وأنا أبحث في أحد المواقع عن كتب فكرية للتحميل، وقعت عيناي على كتاب لا مفترض للكاتب المصري كيرلس باهجت. استرعت انتباهي كلمة لا مفترض، وجدتها عميقة رغم ما تبدو عليه من سطحية وبرودة. فقد يولد لا اكتراد من فرط الاكتراد، كتعويض عن أخذ الأمور بجدية بالغة أو رفع سقف التوقعات بالغير إلى غير ذلك. وهذا ما عبرت عنه ذات مرة على لسان البحر، إذ قلت: تحدث البحر ذات أيار وقد أنهكت زرقته اليقظة المتنامية والتراكمات المترسبة في الأغوار. أحتاج لجرعة زائدة من اللامبالاة للأيام القادمة، تكفيني لأرجو مكتيرات العظيم بما سبق. أهلا بكم في مساحة تفكير. قبل أن نبدأ نرجو دعمكم لنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. سنقف في هذه الحلقة عند كتاب لا مفترض للكاتب المصري كيرلس باهجت، والذي أمضيت على متنه رحلة عمرها أسبوعين ما بين المطالعة والتدوين. لن أقوم بمراجعة الكتاب، بل فكرت في تشريحه جزء بجزء، إلا أني عدلت عن الفكرة نظرا لكمية التحليل الموجودة فيه والتي يمكن أن ترهقنا نفسيا. ونحن نود أن نستعمل التفكير في حدود البهجة والارتياح، لذا قررت أن نناقش بعض الأفكار، كما أن في الكتاب كمية هائلة من الاقتباسات لمختلف الكتاب والفلاسفة أمثال إيريك فروم، ميلان كانديرا، دوستويفسكي وسارتر إلى غير ذلك، والتي يمكن أن نعتمد عليها في بعث روح التساؤل والنقاش. كما أن موضوع الكتاب يدور حول النفس البشرية والنفس شديدة التعقيد، فهي ليست بمادة، هي غير مرئية أو مجسدة، لذا سنحاول أن نغوص دون أن نغرق ونعرف ما يجب أن نعرف. لا أدري كم حلقة ستدوم الرحلة، لكني سأعمل على جعلها ممتعة. يبدأ كيرلس باهجت كتابه هذا بوصف شخصية اللامفترض بأنه شخص مترفع عن كل ما هو سطحي، تافه وغير مثمر ولا يهمه إلا الجوهر، عكس الشخص المفترض الذي يحشر أنفه في حيوات الآخرين لافتقاده لحياة خاصة وافتقاره للنضج، ويرى أن القضية هي قضية اكتراد في الأصل، أي تحول من حالة إلى أخرى، وهذا ما خلق الشخص اللامفترض بشخصيته المختلفة المستقلة الهاربة من قيود المادة، التطفل والفضول العقيم. ويواصل في شرح حقيقية اللامفترض بأنه شخص لا يهتم لما يحدث من حوله من أحداث فرعية ولو تعلق الأمر به كنظرة المجتمع إليه مثلا، وأنه من يصل إلى مرحلة الاكتراد سيترفع عن التدخل أو الخوض في أي حوار أو نقاش لا فائدة منه أو إثبات لأي شخص أنه مخطئ. كما يرى أن الشخص اللامفترض لا يسعى لود ولا تؤثر فيه كراهية ولا يحاول التصنع أو التكيف لينال الرضا. ليشرح بعدها مميزات اللامفترض. أول ميزة هي ميزة الانعزال، يصفه بأنه شخص منعزل، تكمن راحته وسلامته النفسية في لحظات السكون والانعزال. ويستشهد كيرلس باهجت هنا باقتباس للكاتب الساخر محمد عفيفي، والذي يقول فيه: في علاقتي بالآخرين أحب على الدوام أن يضلوا آخرين. الميزة الثانية هي ميزة الصدق، يصفه بالصادق المجرد من أي مساحيق أو أدوات تبرج، ويستشهد هنا باقتباس للكاتب الكبير إبراهيم أصلان، والذي يقول فيه: لا تتحدث عن الحب، بل عليك أن تتحدث بحب، فكل النصابين يجيدون أحاديث الهوى. ولا تتحدث عن العدل، بل عليك أن تتحدث بعدل، فلا يجيب الحديث عن العدل مثل الظالمين. الميزة الثالثة وهي تفرد الشعور، وهي أنه متفرد الشعور أي أنه كيان قائم بذاته مناهض لأي نسخة أخرى مصنوعة بضوابط المجتمع والناس. الميزة الرابعة أنه يتألم، فالصدق والانعزال نتيجة حتمية للألم. الميزة الخامسة والأخيرة لا يخشى الشك، يرى أن الوهم الأكبر يتجلى في اليقين المطلق، لذا على الإنسان أن يتحلى بقوة الشك وشجاعة التفكير
لأن يهدم ما تلقاه في الماضي ويبني أفكاره الجديدة وشخصيته الحقيقية. ينتقل الكاتب إلى صناعة اللامكترث، فيطرح الأسئلة التالية: ما الذي يصنع اللامكترث؟ كيف أن هناك شخص ساكن مرتاح البال وشخص آخر يخوض في كل شيء؟ هل لا اكتراث، نعمة أو لعنة ابتلي بها صاحبها؟ سأتوقف هنا لأترك لكم الإجابة في قسم التعليقات. لا تبخلوا علينا بآرائكم، سنواصل الرحلة في الفيديو المقبل. شكرا على المتابعة. بالنسبة للمشتركين في القناة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا نال استحسانكم الفيديو. أما الغير مشتركين فأدعوكم إلى الاشتراك في القناة إذا أعجبكم المحتوى وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.